الفصل الثاني هو بمختصرة يعني ده يحكي على مجموعة تعاريف وقوانين حتى يجي يطبقها بالفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، اللي ببساطة قانون الثيرموداينامكس، التغير اللي ده يصير عندي بالطاقة الداخلية للمنظومة يساوي الطاقة التغير النت بالطاقة الداخلة والخارجة للمنظومة. هذا هو قانون First Law of Thermodynamics. مجموع الطاقات الداخلة والخارجة يعني النت مالتهن الجبر الهن، الداخل موجب والخارج سالب، يساوي هذا كله راح يساوي عندي التغير اللي يصير عندي في الطاقة الداخلية لذلك المنظومة. زين، قبل ما نبدأ بالطاقات الداخل والخارج خلينا نشوف الطاقات الداخلية للمنظومة. هذا أقدر أخذها باتجاهين بهذا الشكل، يا يعني أما أقول مجموع الطاقات الداخل داخل المنظومة يساوي مجموع الطاقة الداخلية اللي ينتج عندي نتيجة على مستوى الجزيئات، أو زائد الطاقة الحركية للمنظومة كلها، أو الطاقة الكاملة للمنظومة، أو مجموعة ثلاثتهم. هذا بالنسبة للطرف الأيمن، وهذا ممكن قد أقدر أقول عليه راح يساوي عندي الطاقة البدائية النهائية ماينس الطاقة البدائية لهذا المنظومة، قصدي بالنهائية والبدائية يعني بداية البروسيس العملية، سواء فمثلا عملية عندي عملية كيميائية معينة أو عملية توليد طاقة كهربائية أو أي شيء، هذا يسموها البروسيس. فالدلتا energy in system يساوي عندي الفاينل ولا ما ينتهي البروسيس ماينس الانيشال او البداية اللي يتحرك به او يتفاعل به المنظومة. فعندي هذول الاثنين تفصيلات الدلتا الداخلية، الدلتا الداخلية الدلتا انيرجي الداخلي يساوي عندي الانيرجي الثاني ماينس الانيرجي الاول، قصدي الثاني بالاول يعني قصدي بين تو ستيتس او بين الفاينل والانيشال اذا انت تريد تاخذها، مثلا بين تو ستيتس عندي ستيت الاولي عندي مجموعه معلومات، وبالنهايه الستيت الثاني عندي ايضا مجموعه معلومات اقدر اخذ استخرج الطاقه الطاقات حسب القوانين اللي راح ناخذها فيما بعد. راح يصير عندي فرق بيناتهم في كتله المنظومه يساوي عندي الطاقة المعدل التغيير بالطاقة الداخلية، مو المعدل العفو، التغيير بالطاقة الداخلية. نفس الكلام إذا عندي كيناتيك انرجي، مثلا عندي سيارة يتحرك من سرعة معينة إلى سرعة معينة من ستيت إلى ستيت، فأقول السرعة النهائية ماينس السرعة البدائية، هذا قصدي 2 وماينس 1 أربعهم وأضربها في الكتلة وأقسمها على 2، هذا الناتج من الكيناتيك انرجي، يطلع عندي الطاقة الكامنة الطاقة الحركية اللي يتعرض ضمن الطاقة الداخلية للمنظومة. وكذلك البوتنشال انرجي، مثلا عندي هذا المنظومة بده ينزل من ارتفاع معين او بده يصعد الى ارتفاع معين، فاخذ الارتفاع واحدة من هذه البداية والواحدة من هذه النهاية ويطلع عندي البوتنشال انرجي. هذا هي تعريف هذا الجزء. اما اذا عندي ميكانيكال انرجي، ميكانيكال انرجي اوف فلويد بده يتحرك، عندي مثلا مي، مثلا سد الفلويد الموجود بي عندي ماي، فهنا راح يصير عندي الطاقة الميكانيكية لهذا الماء الجاري بير يونت ماس، أو إذا كنت تريد تضربها في ماس يطلع عندي الإنرجي ويا الماس. فدلتا إنرجي هذا راح يعوض عندي هذولا، أو يعوض مثلا عندي الكيناتيك إنرجي أو البوتنشال، أو يعوضهم ثلاثتهم، فراح يصير عندي التغيرات بالضغط وتغيرات بالسرعة وتغيرات بالارتفاع، هذا كله أنا راح ناخذ عليه مثال وراح نشوف شلون راح نطبقه. إذا عندي فلويد يتحرك من نقطة إلى نقطة يتغير اتجاهه. زين، هذا بالطرف الأيمن. الطرف الأيسر الإنرجي الداخل والإنرجي الخارجي، هذا يتقسم إلى ثلاث أقسام، يتقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول له علاقة بالطاقة الحرارية، القسم الثاني إلى الشغل المنجز على المنظومة أو من قبل المنظومة، والجزء الثالث هي الماس الترانسفير، كمية الماء اللي يدخل ويخرج من المنظومة، قد يدخل بطاقة معينة ويخرج بطاقة خارجية، أو يدخل بطاقة ضعيفة ويخرج ياخذ طاقة وياه،
هذا كله يدرج ضمن الماس ترانسفير. فالجزء الايسر الانرجي ان ماينس انرجي اوت هي اما هيت ترانسفير او وورك ترانسفير او ماس ترانسفير او مجموعهم ثلاثتهم. الهيت يعتمد على فرق بدرجات الحراره. الورك يا اما يصير عندي الكتريكال وورك او شيفت وورك او سبرينج وورك، اوكي هذا المعامل مالته المعادلات مالته. والماس ترانسفير ما راح نتطرق له هواي لانه هي مو سهل التعامل وياه، بس راح ادي مثال راح اعطيكم شلون راح نقدر نتعامل بالماس ترانسفير ويا هذا القانون. بالنسبه اخر شيء اخذناه هو الافشنسي، الميكانيكال الافشنسي، الميكانيكال افشنسي اللي قلت لكم هي المعادله العامه الى هي الطاقه الخارجه على الطاقه الداخله، الطاقه الخارجه على الطاقه الداخله. التفاصيل موجوده عندكم اياها. اذا المنظومات هذول الموجود عندي هنا، الموجود عندي هنا دلتا يو دلتا انرجي دلتا بوتنشال الكيو ان كيو اوت ورك ان ورك اوت اي ماس، هذول تحت المسميات المنظومه، تحت شكل المنظومه، تحت المعلومات المعطاه عندنا بالمنظومه بالسؤال راح يساوي قيمه من الموجوده وقيمه من عندنا راح يساوي صفر. مثلا اذا قال لي ستيشنري سيستم، إذا استيشن السم المنظومة لا هو ده يتغير سرعته ولا هو ده يغير ارتفاعه، فإذا عندك هذا الجزء وهذا الجزء اثنينهم يساوي زيرو. زين هذا إذا قال استيشنري سيستم أو إذا أنت عرفت منظومة استيشنري سيستم. أدياباتيك سيستم إذا ما عندي هيت ترانسفير هذا الجزء راح يصير عندي صفر. إذا ما عندي نو ورك انتراكشنز ما عندي أي شغل ينجز على المنظومة أو من قبل المنظومة إذا هذا الجزء يساوي صفر. إذا المنظومة عندي كروس سيستم لا عندي كتلة داخلة ولا خارجة إذا هذا الجزء يساوي عندي صفر. قد يجتمعون كلهم، قد يجتمعون بعضهم، وقد لا يجتمعون أي واحد من عندهم حسب طبيعة وصيغة السؤال. بالنسبة لهذا المعادلة الـ First Law of Thermodynamics هذا يطلع عندي بالكيلوجول، يعني بالجول يطلع عندي. إذا قسمت على الماس راح يطلع عندي بير يونت ماس حسب ما عندي هنا، فيصير عندي جول كيلوغرام. إذا قسمت البير ماس بير زمن راح يطلع عندي بالوات، فهي كلها نفس المعادله، نفس المعادله لكن الصيغه النهائيه مالته او الوحدات اللي اتعامل وياه يختلف حسب معطيات السؤال عندك او انت شلون تريده، تريده جول، تريده كيلو كيلوغرام، تريده بالوات. كل هذا يصير عندي اذا قسمته للكتله على او اذا قسمته للزمن. هنا ايضا عندي هذا التعريف الاي سمول هو عباره عن الاي كابيتال اللي هو بالجول على الماس اللي هو الكيلوغرام. واذا عندي الاي دوت اقسم الجول للسكند راح يطلع عندي بالوات، راح يطلع عندي بالوات. هذا مجمل ما اخذناه مجمل القوانين اللي اخذناه بالفصل الثاني بالفيرست لو اوف ثيرمودينامكس. نجي نبدي بالأسئلة بالإكزامبلات. طبعا الإكزامبلات يعني بالبداية بعت علينا شوفين كل السهلات، لكن أنا أريد أخلي الإكزامبل ضمن إطار الفيرست لو أوف ثيرمودينامكس حتى أي سؤال يجيك له علاقة بالفيرست لو أوف ثيرمودينامكس تعرف شلون تحلله وتخليه بهذا الصيغة بحيث يصير عندك سياق واحد عام طبق على كل الأسئلة، مو كل سؤال يصير على حل خاص لي. لا، عندك سياق عام تجيب الفيرست اوف ثيرمودينامكس تخليه قدامك وتبدي تصفر بيهن الى ان يوصل الى النقطه اللي انت تريدها. زين حتى يصير عندك طريق واحد بالحل. نبدا بالاكزامبل 2 3. نعم احمد استاذ، بس بلز احنا هذا المحاضره قاعد تتسجل؟ نعم او لا؟ نعم تتسجل. نعم هاي المحاضره تتسجل؟ اي نعم تسجلها وانزلها باليوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. كلنا راح نسجل. نجي بالاكزامبل رقم 2 3. طبعا الاكزامبل 2 3 موجود عندكم بالكتاب، اذا الكتاب موجود عندكم نسخه من الكتاب الالكتروني ايضا موجود عندك بالويب سايت. كتاب اكزامبل 2 3 اذا نفتح الاكزامبل موجود عندي في صفحه 64. صح ممتاز. في 4 في صفحة 64 هذا يشرح الأساسيات مالتنا، يعني الشيء اللي شرحناه
يجيب لك هيك اكزامبل، يقول عندي كاندل، كاندل يعني شمعة، ده يحترق عندي يعني شمعة in a well insulated room. Well insulated room يعني في غرفة معزولة بشكل تام، معزولة بشكل تام يعني ما عندي انتقال حرارة بها، لا حرارة يدخل من الغرفة ولا حرارة يدخل إلى الغرفة. زين، هذا هسه إلى معنى هذا. Taking the room يعني ناخذ الروم، طبعا هنا مثل موديناميكس دائما تجي تحدد السيستم مالتك. هنا السؤال هو منطقي يا السيستم، يقول لك taking the room the air plus the candle، يعني نجي مثل ما عندي هنا هذا الكاندل، هذا الشمع عندي هنا، وهذا عندي الغرفة، الغرفة معزولة بشكل كامل. إذا أجي أخذ الجو العزل، يعني إذا أخذ الهواء ويا الحائط، الحائط ما أخذه بنظر الاعتبار، فقط أخذ الهواء والكاندل، أسوي سيستم ماتي، أسوي سيستم ماتي. هذا هو السيستم اللي دا يعرف له بالسؤال. يقول determine if there is any heat transfer during any heat transfer during this burning and if there is any change in the internal energy of the system. زين، السؤال المقطع الأول يقول شوفني هل اكو عندي any heat transfer during this burning. اوكي، خلينا نجاوب الفرع عليه. The entire surface of the room from the system boundaries forms the system boundary as indicated by the figure below. هذا الفيجر، هذا الفيجر إذا أخذها بهذا النظر الاعتبار، ما دام السؤال ده يقول لي well insulated room، well insulated يعني ما عندي لا طاقة حرارية داخلة ولا طاقة حرارية خارجة. شوف هنا ده يقول طاقة حرارية heat transfer، heat transfer ما ده يحكي على أي نوع أنواع أخرى من الطاقة ما عدا الطاقة الحرارية الجاية بالحمل الحراري. فإذا حسب التعريف well insulated room يعني ما عندي طاقة لا داخلة ولا خارجة، هذا التعريف وين كنا نشوفه؟ من تشوفه نقول adiabatic system. adiabatic الطاقة الحرارية الداخلة ما عندي ولا عندي طاقة حمل حراري خارج المنظومة. إذا المنظومة adiabatic. إذا ما عندي، إذا المنظومة أفرض adiabatic بسبب وجود well insulated room، إذا ما عندي heat transfer. There will be no heat transfer passing those boundaries. إذن the system might be adiabatic. There is no heat. لا يوجد حمل حراري. لا يوجد طاقة. خلينا نقول ده نخسر هذا الطاقة بالطريقة الحمل الحراري. يعني جواب هذا السؤال no. There is no heat transfer during this process. يعني الشمعة هذا ده يحترق صح، ده ينطيني طاقة حرارية، لكن لأنه هذا الحيز اللي يشتغل به معزول بشكل كامل، إذا ما عندي حمل حراري خارج، إذا السيستم adiabatic. زين، هسه من مضمون السؤال تقدر تربط المعلومات الموجودة بالسؤال ويا المعلومات اللي أنا منطقية، المعلومات الأكاديمية البحتة. adiabatic قلت لك adiabatic هو heat transfer يساوي صفر. زين، شلون السؤال خو ما يقول لك adiabatic، السؤال يعطيك معلومات hints بهذا الشكل well insulated. Well insulated يعني adiabatic system. الجزء الثاني يقول if there is any change in the internal energy of the system، يعني الدلتا E. الدلتا E احنا قلنا ال first law of thermodynamics. First law of thermodynamics شو يساوي عندي؟ يساوي عندي الدلتا E يعني الطاقة داخل المنظومة، داخل هذا المنظومة، مو الطاقة الداخلية، الطاقة داخل هذا المنظومة دلتا E يساوي معدل، يساوي نت الطاقات الداخلة والخارجة، عملية الجمع الجبري للطاقات الداخلة والخارجة. زين، انترنال انرجي. خلينا نرجع إلى first law of thermodynamics اللي بالبداية أول ما شرحناه يمكن طفيته ولا بوجد عندنا. هذا الطاقة الانرجي، هذا الطاقة الانرجي شو أجي أسوي؟ الطرف الأيسر ما اكتبعني بهذا الشكل، دائما أكتبه بهذا الشكل، دائما أكتبه بهذا الشكل، لكن هذا بقي، هذا أبقي. فإذا جينا شفنا السؤال مالتي هنا، هذا السؤال عندي هنا، زين، هذا first law of thermodynamics. خلينا نشوف هل عندي أي تغير بالinternal energy of the system. أوكي، دائما يجي بقى للطرف بالطاقات الشغل، المنظومة adiabatic. اوكي، فهذا
أخذناه من الأنزلات الروم. إذا هذا الجزء يساوي صفر. تذكرون حتى هنا كاتب لكم إياه أدياباتيك كيو صفر، يعني هذا الجزء الهيت ترانسفير يساوي عندي صفر. معدل الطاقة الداخلية والخارجية يساوي عندي صفر. إذا اتباع المنظومة هذا الجزء الثاني، الجزء الثاني إنرجي إن ماينس إنرجي أوت، هذا إذا تذكرون التعريف مالته يقول إذا تجي تأخذ إنرجي حتى تقول له إن وتقول عليه أو تقول عليه أوت، مفروض من هذا الإنرجي إنه يخترق عندك الباوندري لهذا المنظومة، لازم يخترقه، لازم يكسر هذا الحاجز ويطلع برا أو يدخل جوا. فإذا تشوف الباوندري ما تكنا أي نوع من المنظومات ما عندك، أي هذا النوع من هذا الكلام ما موجود عندي، إذا أيضا هذا الجزء يساوي صفر. زين، الجزء الثاني اللي هو الطاقة الجاية للمنظومة والخارجة من المنظومة نتيجة وجود كتلة داخلة أو خارجة من المنظومة. إذا تباع هذا المنظومة، هذا المنظومة كلوز ما بي لا هواء يدخل ولا هواء يخرج، هذا الباوندري مالتي ما بي أي كتلة داخلة أو خارجة، إذا هذا الجزء أيضا يساوي عندي صفر. هذا الجزء إذا يساوي عندي صفر، فبالتالي الدلتا سيستم مالتي هذا اللي يساوي انرجي إن ماينس انرجي أوت هذا كله صفر. إذا المعدل التغير بالطاقة الداخلية للمنظومة شو يساوي؟ يساوي عندي صفر، ما عندي طاقة يتغير بالمنظومة، ما عندي حسب الثيرمودينامكس الطاقة الداخلية للمنظومة ما يصير. زين، هذا الكلام ثيرمودينامكس، هذا كله كاتب لكم إياه. أديابتيك سيستم Q يساوي صفر، نو انتراكشن وورك W يساوي صفر، كلوز سيستم الـ E يساوي عندي صفر. زين، إذا الدلتا سيستم يساوي صفر. زين، إذا الدلتا سيستم يساوي صفر، هذا عملية الاحتراق شو قاعد يصير فيه؟ هذا عملية الاحتراق شنو دا يصير؟ يعني عندي كاندل بروسيس دا يحترق، دا يصير عندي طاقة حرارية دا يخرج، وعندي جزء من ال 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 الكاندل الشمعة دا يحترق دا يفتني عندي. زين، شنو معنى إنه الدلتا إنرجي دا يساوي سيستم؟ هنا دا يقول إذا نرجع للدلتا إنرجي، الدلتا إنرجي إذا ذكرون هنا هذا الدلتا إي، هذا كان إلا بي أنواع. تذكرون الطاقة الداخلية، عندي طاقة السنسيبل إنرجي، عندي طاقة الكيميكال إنرجي، عندي طاقة النووية. هذا إذا ترجع للتعريف السؤال، لما بالنسبة لهذا التعريف تقول part of chemical energy is converting to sensible energy، يعني جزء من الطاقة الكيميائية اللي يتحول إلى طاقة كينتيكية للجزيئات اللي دا يصير عندي داخل المنظومة، اللي دا يصير عندي داخل الهواء. فبالتالي الطاقة اللي أخسرها من الكيميائي دا أكسبها بالطاقة الكينتيك إنرجي للمنظومة. لا، يعني اللي يجي منها يروح لهنا، و فالدلتا إنرجي هنا دا يساوي عندي صفر. وهذا ما دا يفسر عندي إنه ما عندي أي نوع من أنواع الطاقات الموجودة عندي الطرف الأيمن للمنظومة. لهذا طبعا اذا ترجع للسؤال، حل سؤال الاكزامبل موجود عندك بالكتاب، ما شرحه بهذا الشكل، ما دا يشرحه بهذا الشكل، لكن انا دائما احطه في اطار الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، وعلى اساسه ابدي افسر المنظومات. المفروض هذا ما دام هي لو، ما دام هي قانون، المفروض يفسر اي شيء عندي اذا انا مخليه ضمن اطار الثيرموداينامكس. زين، فهذا هو الاكزامبل 2-3. خلينا ناخذ اكزامبل اخر اللي هو اكزامبل 2-5 اللي موجود عندي نفس الصفحه، صفحه 64. زين، نشوف هذا الصفحه هنا ده يختبرك ده يختبر المتعلم الطالب ده يختبره بالتعريف اللي ينطيك اياه بالسؤال بالكتاب. يقول a well insulated electric oven. شوف هنا well insulated، نذكر well insulated يعني adiabatic. adiabatic oven يعني عندي شو اسمه oven بالبيت، فرن. is being heated through its heating elements، يعني عندي heating element، عندي الكويل مالت الموجود بالضمن ضمن هذا الاوفن ده يحمي عندي داخل الاوفن، ده يحمي عندي داخل الاوفن. زين، heating if the entire oven including the heating element، يقول اذا اخذت الاوفن، هذا الاوفن الداخلي
بضمن هذا الهيتنج إليمنت، بضمن هذا الهيتنج إليمنت هو السيستم مالتي، يعني جبت الباوندري مالتي خليته داخل هذا المنظومة مثل ما سويت بالإكزامبل 2-3. زين، واعتبر عندي هذا هو السيستم بضمن هذا الهيتنج الإليمنت، يعني بضمن الكويل الموجود عندي داخل المنظومة. It's taken to be our system. Determine whether this heat, this is a heat or work interaction. شوف هذا هذا السؤال كلش حلو هنا. يقول أنا عندي حرارة هنا، أنا عندي طاقة حرارية هنا، طاقة بيصير عندي داخل المنظومة. هسا تعال فسر لي، هل هذا هو طاقة حرارية، هل هو حمل حراري بيدخل داخل هذا المنظومة، أو هو شغل حراري، شغل بيجي من heating element. زين، هسا هنا يعتمد على تفسيرك انت او على تعريفك للمنظومة. السؤال التعريف منطقية، يقول لك يقول اخذ المنظومة مالتي هو داخل الهواء الداخلي للمنظومة بضمن الهيتنج اليمنت. فاذا نعرف هذا الهيتنج اليمنت يطلع منه حرارة، يطلع منه حرارة لداخل هذا السيستم موجود عندي هنا، وهذا الحرارة وين ايزوليتد، يعني ما عندي اديباتيك، عندي طاقة حرارية خارجة وداخل المنظومة يساوي عندي صفر. زين، هسه اريد اعرف هذا الطاقة الحمل، هذا الحرارة هل هو حمل حراري او هي طاقة حرارية او شغل حراري. زين، خلينا نجي للتعريف. For this problem the entire surface of the oven form the system boundary as shown بالرسم عندي هنا مثل ما شرحنا. The energy content of the oven obviously increasing during this process. طبعا الطاقة الداخلية للمنظومة، داخل الداخلية يعني طاقة، قصد الطاقة، طاقة الداخلية لهذا السيستم أكيد يزيد، أكيد يزيد. The energy limit of the oven always increasing during this process as evident by the rise in the temperature. يزيد إذا خليت الثرموكابل بها أو خليت الثرموميتر بها، هذا الثرموميتر يبدي يقيس درجة الحرارة داخل الأوفن، يبدي يزيد على درجة الحرارة أكيد. هذا This energy transferred to the oven is not caused by temperature difference. يقول هذا الحرارة اللي يزيد داخل هذا الأوفن ما يزيد بسبب وجود فرق درجات الحرارة. تذكرون الحمل الحراري، الحمل الحراري كنا نقول عليه هو ذلك الطاقة الناتجة نتيجة وجود فرق في درجات الحرارة، يعني بين السراوندينج والإنتر. هنا ما دا يحكي أي شيء عن السراوندينج، وما دا يحكي على درجات الحرارة الداخلية، لا، دا يقول عندي هيتر دا يحلي هذا المنظومة. إذا هذا الحمل، هذا الطاقة اللي دا يزيد بسببه درجة الحرارة داخل المنظومة هي ليست بسبب وجود درجات temperature difference. شوف ده يقول وين، between the oven and the surrounding in the air. Instead, it is increased by the electrons crossing the system boundary and thus work is done. Work is done. يعني هذا الحمل الحراري اللي يجي هنا هو نتيجة وجود طاقة كهربائية ده يفوت ده يخترق عندي هذا المنظومة وده يسوي عندي حمل، ده يسوي عندي طاقة حرارية هنا. فإذا هذا الطاقة الحرارية اللي يصير عندي داخل هذا المنظومة هي بسبب اختراق الكترونات، اختراق تيار كهربائي للحمل لهذا الباوندري، فبالتالي هذا الحرارة هي شغل وليس هيت ترانسفير، هي شغل وليس هيت ترانسفير. إذا على أساسه therefore this is a wall interaction. شوف أنا هنا ما دا أسوي شيء، كل شيء ما دا أسوي لكم، كل عبارة عن التعريف اللي بالبداية قلت لكم ركزوا عليه. الwork interaction، الwork interaction هو ذلك الطاقة اللي يخترق عندي المنظومة. الحمل الحراري الheat transfer هو ذلك الطاقة اللي يصير نتيجة وجود فرق في درجات الحرارة، واثنيناتهم يخترقون عندي المنظومة، اثنيناتهم يخترقون عندي المنظومة. لكن إذا جيت لهذا المنظومة هنا، إذا حسب هذا التعريف مالتي هنا طاقة حرارية ما دا يجي لي من برا، ليش؟ لأنه isolated، well isolated system، ما عندي طاقة حمل حراري.
لكن الحرارة اللي دا يزيد بسبب المنظومة هذا السيستم الداخلي هو بسبب وجود تيار كهربائي دا يخترق عندي هذا المنظومة الإلكترونات دا يخترق عندي هذا المنظومة فبالتالي هذا الحرارة زيادة في الحرارة هو وجود بسبب وجود work interaction بسبب وجود work interaction هذا ليش صار يجي بسبب تعريفي للسيستم أو التعريف اللي أنا مجبور أخذه من المنظومة بالسؤال السؤال ده يقول أخذ باوندري خليه داخل المنظومة وغطي به أيضا الالكتريكال سيستم الموجود الهيتينج سيستم موجود عندك بالمنظومة فسبب هذا صار عندي الحرارة أو الحمل الشغل ده يصير هي وارك وليس هي هيت زين إذا نجي خلينا نغير هذا السؤال خلينا يصير عندي هذا السؤال عندكم سؤال؟ العفو أستاذ نعم أحمد سؤال؟ نعم عفوا إذا صارت اختلاف في درجات الحرارة داخل هاي المنظومة ايه؟ راح يكون الانيرجي يعني طاقة حرارية راح يكون مو؟ نعم فرق في درجات الحرارة داخل المنظومة نتيجة شغل خارجي على هذا المنظومة أها يعني هسه بهذا المنظومة طاقة مستمرة يعني طاقة موجودة طاقة يعني هو هنا سؤال يريد يقول لك يريد يفهمك شلون تعرف هذا الطاقة شلون تعرف هل هي حمل حراري أو هي شغل دي ينجز على السيستم هنا هي شغل دي ينجز على السيستم ليش؟ لأنه هذا الجزء هذا الهيتر دي يخترق عندي الباوندري نعم لكن ما عندي حمل حراري دي يخترق عندي هذا المنظومة بسبب إنه المنظومة ويل أسوليتد يعني ما عندي فرق درجات الحرارة بين البرة والداخل حتى يصير عندي يعني فقدان اكتساب ما عندي بهذا الحالة الحرارة ما عندي لا كيو حمل حراري ما عندي لكن عندي ارتفاع في درجات الحرارة وين صاير ضمن حدود المنظومة هذا الشيء نتيجة وجود شغل عليه واضح صار okay. زين دعاء عديد سؤال دعاء وإسلام خلي نغير هذا التعريف What if the system was taken only the air inside the oven without the heating element يعني جيت الباوندري سيستم هذا خليته داخل الهواء فقط أخذت الهواء وما أخذت هذا الهيتينج إليمنت هذا الهيتينج إليمنت ما أخذت هذا الهيتينج إليمنت خريته برا يعني مو خرب بالسراوندي خارج الأوفن لا الباوندري المنظومة ما تعرفته هو ذلك الهواء الكتلة الهوائية الموجود داخل الأوفن بدون ما أخذ الهيتينج إليمنت بنظر الاعتبار شو راح يصير عندي هنا شوف شو راح يصير عندي هنا راح يصير عندي طاقة كهربائية راح يصير يدخل إلى هذا الهيتينج إليمنت هذا الهيتينج إليمنت راح يصير بيزيد درجة حرارة السطح مالته نتيجة وجود درجة حرارة زيادة درجة حرارة السطح راح يصير عندي حمل حراري هذا الحمل الحراري داخل الأوفن تحت يعني ها مو برا الأوفن هذا الحمل الحراري دا يبدي يخترق عندي الجدار هذا نتيجة وجود فرق بين درجات الحرارة على سطح الهيت وداخل المنظومة يعني داخل درجة حرارة الأوفن 20 درجة سيليزية الهيتينج إليمنت يصير الحرارة مالته مثلا 100 درجة سيليزية فصار عندي فرق 80 درجة هذا الفرق في درجات الحرارة راح يصير عندي حمل حراري نتيجة فرق في درجات الحرارة بين السيستم داخل السيستم وخارج السيستم هسه هذا يعتبر عندي باوندري هذا يعتبر عندي سراوند هذا الهيتينج إليمنت بالنسبة لهذا السيستم اللي أنا معرفه يعتبر عندي سراوندينج فصار عندي فرق درجات حرارة بين السراوندينج والمنظومة فبالتالي هذا الحمل الحراري صار نتيجة وجود temperature difference between the heating element and the oven فلهذا هذا يسمى heat process يعني من أجي لهذا المنظومة أخذها في هذا الكاليفيكيشن وليس هنا بالطريقة الأولى من كان عندي المنظومة الهيتينج إليمنت ويا كنت أعرفها هي work and transfer بالجزء الثاني من كان الهيتينج إليمنت مو ضمن السيستم صار عندي heat transfer ليش؟ لأنه صار عندي نتيجة وجود فرق في درجات الحرارة بين
خارج المنظومة وداخل المنظومة مما تسبب بوجود حمل حراري يخترق عندي هذا المنظومة في هذا الجزء. زين؟ فهسه هو نفس المنظومة هو نفس الحرارة يعتبر عندي مرة حمل حراري إذا عرف عندي هذا المنظومة بهذا الشكل، ويعتبر عندي شغل منجز على المنظومة إذا أخذت المنظومة الهيتنج ليميت وياه. فأنت من تجي للسيستم من تباع للمنظومة تعرفه حسب الاتجاه اللي أنت يفيدك بالسؤال. هسه راح نأخذ أسئلة أيضا عليه. هسه راح تسألون ليش ما أخذت هذا المنظومة بهذا الجزء، ليش أخذتها بهذا الجزء، ليه؟ لأنه إذا أخذتها بهذا الاتجاه راح يبسط عندي المعادلات بعد أكثر ويصير كل شيء عندي واضح. أوكي، هذا سؤال 2, 3, 2, 3, و2, 5 كلش حلو، كلش مرتب، وكلش يفسر عندي التعريف اللي أنا من طيب السؤال الموجود بالفصل الثاني. أوكي، أكو سؤال هنا؟ إذا ما أكو سؤال حتى نحول على غير example. آية دعاء عاجر أحمد مشان أسيل، أي سؤال ماكو؟ سارة دعاء أحكي. خلينا نحول إلى example آخر اللي هو example عندي determine the power required to accelerate 9 kilogram car as shown in the figure 3 from rest to a velocity of 90 kilometer in 10 seconds on a level road. هذا example 2-9 اللي موجود عندي بصفحة 69. اللي أتذكر شلون حل عنه لأنه هو الجيد. على من زمان الكتاب، أرجع وأقول لكم الكتاب ده يحلها بغير طريقة. أنا دائما أحلها بالفيرست لوف ثيرموداينامكس، دائما أحلها فيرست لوف ثيرموداينامكس. أخلي اللو قدامي حتى أنتوا هم تتعلمون بهذا الشكل، أنتوا بدين تصفرون بالأجزاء اللي ما الأجزاء اللي ينطبق عليه السؤال، وتأخذون الشيء اللي أنتوا تريدوه بالأخير. هذا السؤال بالضبط هي سؤال دايناميك، راح تأخذوه ويا أستاذ تيمور. أستاذ تيمور يحلها بشكل، أنا أحلها بشكل. أنا عندي ثيرموداينامكس هنا. السؤال يقول determine the power، إيش قد كمية الطاقة اللي أحتاجها حتى أعجل هذا السيارة من سرعة صفر إلى 80 كيلومتر. الوزن هذا السيارة أو كتلة هذا السيارة هي 900 كيلو، يعني طن إلا شوية. أريد هذا السيارة يتعجل من صفر إلى 80 كيلومتر في خلال 20 ثانية. يعني يتعجل يوصل سرعة 80 كيلومتر خلال 20 ثانية. إيش قد أحتاج باور، إيش قد أحتاج بنزين حتى يتحرك عندي هذا السيارة من صفر إلى 80 كيلومتر بير أور. خلينا نجي نحل هذا القانون حسب الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. زين، اوكي، قبل ما اعدي هنا احتاج هذا السؤال اخلي عندي، ما دام عندي فيرست لو اوف ثيرموداينامكس لازم عندي منظومه. زين، منظومه سيستم هو ذلك السيستم الثيرموداينامكي، هو ذلك المنظومه اللي يكون محاط بجدار او بباوندري، بحدود واضحه تفصل تلك السيستم عن ما يجاوره من السراوند او ما يحيط به من الفضاء. زين، اذا جيت اخذت هذا السيستم مالتي، هو هذا السياره كلها. اوكي، هذا السياره كلها اخذته هو السيستم مالتي وطبقت عليه ثيرموداينامكس. خلينا نجي نشوف السيستم مالتي، هو سياره، هل عندي حمل حراري لهذا السياره؟ الجواب ماكو، جواب صفر. ليش؟ لانه انا اذا باع السياره مالتي اي حمل حراري ما عندي لا من الخارج ولا من الداخل، فاذا هذا الجزء يصير عندي صفر.
هذا جزء يصير عندي صفر. الديابيتك سيستم كيو يساوي صفر، هو ليه مو ديابيتك؟ لانه ما عنده اي حراره. زين there is no work interactions. اذا باوع للسياره اي انرجي خارجي يخترق عندي الباوندري ما عندي، ماكو واحد يدفع بالسياره، ما عندي شخص يدفع بالسياره، ولا عندي حبل يجر عندي السياره، ولا عندي صاروخ يجي يضرب السياره، ما عندي هذا الشيء، ما عندي طاقه خارجيه يخترق عندي هذا الباوندري الموجود على السياره، او اي طاقه يخرج من السياره، ما عندي المحرك يطب ويطلع من السياره، ما عندي هذا الشيء. فاذا انتراكشن ايضا يصير، فاذا يصير عندي هذا الجزء يساوي عندي صفر، هذا الجزء يساوي عندي صفر. امنت بالله. المنظومه كلوز سيستم، ما عندي اي كتله يدخل السياره، ما عندي خرطوم بنزين ادخل بنزين للسياره، اوكي، ما عندي فلويد يدخل الى السياره، ما موجود، ولا عندي عراقي بخلي صندا بي وبيمص بندي بنزين للمولده، ما عندي هذا الشيء ايضا. فاذا السيستم هي كلوز راح اعتبرها، فاذا هذا الجزء ايضا راح يصير عندي صفر، هذا الجزء ايضا راح يصير عندي صفر. اذا بمعنى انه الدلتا سيستم الطاقة الداخلية للمنظومة، التغير بالإنترنال إنرجي للمنظومة راح يساوي عندي صفر بسبب إنه أديباتيك نو ورك إنتراكشن وكلوز سيستم. زين صار عندي دلتا سيستم يساوي صفر. زين أنا هسه بعدني محل سؤال، يعني أريد أعرف كمية الطاقة اللي أحتاجها حتى أعجل السيارة من صفر إلى 80 كيلومتر. أرجع إلى الملخصات الموجود عندك اياها. هسه انا بهذا السؤال اثبتت انه الدلتا انرجي للمنظومه يساوي عندي صفر، اي طاقه الطاقه الداخليه للمنظومه ما دا يزيد ولا دا يقل عندي طاقه الداخليه بسبب وجود طاقات خارجيه. زين هذا شيء يعني دائما يعني انه مثل بالضبط مثل اكزامبل 2 3 الشمعه احترق تحول الطاقه الكيميائيه مالتها الى طاقه حركية للهواء. زين يعني تحول من هذا لهنا بدون ما يخرج خارج المنظومة، بدون ما يسر عندي على المنظومة. أنا أيضا يحتاج أفسر بهذا الاتجاه حتى أقدر أفسر، أجيب هذا المنظومة، هذا الجزء الأيسر والأيمن المنظومة، وين كنا هذا الجزء، أرجع إلى الحالة الأصلية، أجي أقول الدلتا إنيرجي للإنترنال سيستم يساوي دلتا يو ودلتا كيناتيك ودلتا بوتنشنال. اجي شيء اجي ابعو على هذول هسه، اجي ابعو على هذول، اريد اشوف هذول ايش راح يصير بهم. من اجي اسوي هذا الشيء. however نعم سؤالكو الدلتا سيستم مالتي يساوي عندي هذا الجزء، اجي ابعو اشوف هذول السيستم ايش راح يصير بهم. اوكي مثل ما تشوف السؤال، السيارة دا يمشي على طريق عدل، يعني ما دا يصير بي أي حفظ في الطاقة أو أي تغير بالطاقة البوتنشال مالتا، الطاقة الكامنة، يعني ما دا يزيد ارتفاع السيارة لا فوق سطح البحر ولا جوا سطح البحر. فإذا أجي أقول هذا يساوي صفر، هذا الجزء يساوي عندي صفر. أوكي دلتا كايناتيك، دلتا كايناتيك إذا أرجع للشيت مالتي، دلتا كايناتيك شو يصير عندي؟ يصير عندي تغير بالسرعة. هنا الدلتا بوتنشنال تغير بالارتفاع، زي 1 يساوي زي 2، إذا دلتا بي يساوي عندي صفر. الدلتا كايناتيك هنا عندي السرعة الثانية والسرعة البداية، نعم عندي تغير بالسرعة، السرعة البداية صفر والسرعة النهائية 80 كيلومتر، إذا عندي دلتا كايناتيك. إذا عندي دلتا كايناتيك. أوكي. الطاقة الكيميائية، الطاقة الداخلية للمنظومة هل يساوي صفر؟ هذا السؤال هذا الجواب ما أقدر أجاوبك عليه، لأنه ما منطينا أي معلومة على الطاقات الداخلية للمنظومة، ما منطينا أي معلومة على طاقات المنظومة. إذا الدلتا يو أيضا لا يساوي صفر، أو ما أقدر أقول يساوي صفر، ما أقدر أقول يساوي عندي صفر. إذا هذا الجزء يساوي عندي صفر. And there is no information about the internal energy, so we ignore it. يعني أقول أحمل هذا الدلتا يو، أحمل هذا الدلتا يو، أحمله، لكن هو ما يساوي صفر، ما يساوي صفر. ليش؟ هسا أقول لكم ليش. زين.
هسه كل تركيزي على الطاقة الدلتا كاينتيك انرجي، على الكاينتيك انرجي. كاينتيك انرجي حسب الشيت مالتنا يساوي عندي السرعة النهائية، السرعة النهائية ماينس السرعة البداية طبعا ولا ما ربعها، اضربها في الكتلة واقسمها على 2 يطلع عندي الكاينتيك انرجي. هو دا يريد كمية الطاقة اللي انا اصرفها. اوكي اذا طلع عندي الانرجي اقسمها على الزمن شي يطلع عندي، يطلع عندي وات، يطلع عندي باور. زين هسه اجي اقول سرعة البداية النهائية هو 80 كيلومتر، طبعا اقسمها على 3600 حتى يتحول الى متر بير سكند، وسرعة البدائية هو صفر لأنه ده يقول ده يتعجل من صفر إلى 80، طبعا وقسمها على ألف حتى يطلع يتحول إلى كيلو جول. إذا ما تقسمها على ألف محمد ما مشكلة يطلع عندك بالوات، no problem. أوكي يطلع عندك جولز. السؤال ده يقول في أقصى زمن 20 درجة 20 سكند، اللي يعرفه أنه الوات هو معدل الزمني لتغير بالطاقة الحركية، بالطاقة سواء حركية ميكانيكية أي نوع من أنواع الطاقة، هو معدل الزمني بالإنيرجي. إذن الإنيرجي وحتى شنو جول أقسمها على الزمن، يصير عندي جول على زمن يصير عندي واط. إذا تريد هذا قسمها على ألف يطلع عندك بالكيلووات، أو إذا أنت بالبداية مقسمها على ألف والله يطلع عندي كيلو جول راح يطلع عندي كيلووات. إذن أنا أحتاج تقريبا 15 طاقة حصانية حتى أقدر أعجل هذا السيارة من صفر إلى 20 إلى 80 كيلومتر بير أور. زين هذا حليت السؤال، سؤال انحل عندي حسب قانون الثيرمودينامكس وعلمتكم شلون تطبقون قانون الثيرمودينامكس. زين السؤال اللي أريد أطرحه، ليش هذا الدلتا يو ما يساوي صفر؟ ليش ما يساوي صفر؟ أنا طرحت السؤال وقلت راح أجاوب، بس أريد أعرف عباس تقدر تجاوبني، أحمد موجودين عندي 24 طالب. هل من مبارز؟ والله بدي أفكر بيه بس. لا أوكي زين قولوا لي السيارة، السيارة من وين تجيب طاقتها؟ من احترافي، إذا من احترافي بنزين فيول. اوكي عندنا سياره غاز بنزين، من وين يجي طاقته؟ يجي من البنزين. نعم يتحول الطاقه من ممتاز ممتاز ممتاز، يتحول الطاقه من شكل الى اخر. زين هل البنزين هي مو ضمن الطاقات الداخليه للسياره؟ نعم وقلنا الكفاءه ما تكون 100%، فاكيد تغيير بالطاقه ما يساوي. مو مهم الكفاءه هسه، هسه هذا المنظومه، هذا السيارة من أخذتها كهي منظومة كاملة وحسب هذا الشيت اللي منطقكم إياه يطبق عليها ثلاثة أنواع من الطاقات. البوتنشال صار عندي صفر لأنه ما عندي ارتفاع تغيير بالارتفاع. الكيناتيك طلعناه قيمته. زين هذا الكيناتيك الباور ال 15 هورس باور من وين جابه؟ جابه من التغير بالإنيرشيا بالإنترنال إنيرجي نتيجة احتراق البنزين، تحوله من الكيميائي الى طاقه حراريه اللي يحرك عندي المنظومه. فلهذا انا اقول لك بالسؤال بالاستنتاج مالتي انه دلتا يو ما يساوي صفر، لانه عندي جزء من الطاقه الداخليه اللي هو البنزين ده يتحول الى شكل اخر اللي انا شفته بهذا الكيلووات، اللي شفته وين؟ شفته بال الانرجي اللي بالكيناتيك انرجي اللي خلاه يوصل سرعته الى 80 كيلومتر في الاور على اجى من البنزين. شوفوا الثيرموداينامكس شلون بيربط الطاقات، يقول لك الطاقه لا تثنى ولا تستحدث، تبدا تتحول من شكل الى اخر. اذا تحول عندي الطاقه الكيميائيه الموجوده عندي بالبنزين الى طاقه ميكانيكيه او كيناتيك انرجي. انا السؤال ما اسالكم اياه، يعني ما اقول لكم من وين جت تي، هذا سؤال حلو لي. بس اذا انت تريد تفهمه كثيرموداينامكس، هذا ثيرموداينامكس يربط عندك الطاقات كلها السوويه واحد والثاني ويطبق القانون اللي يقول الطاقه يتحول من شكل الى اخر. زين الطاقه لا تفنى ولا تستحدث بل يتحول من شكل الى اخر. زين البنزين احترق صار عندي سرعته 80 كيلومتر. زين اذا وقفت الاحتراق هذا السياره بالاخير راح توقف مو؟
نعم استاذ يصير بي دي اكسلريشن يصير بي طبعا اكسلريشن ممتاز يوغا زين انا قلت الطاقه لا تفنى ولا تستحدث زين الطاقه وين راحت؟ فنت الطاقه الحركيه مالته؟ اي يعني الطاقه الحركيه اي استاذ مو في ممانعه الهواء يحتك السياره مع الهواء زين 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 نعم الطاقة لا تفنى ولا تستحدث لكن يتحول من شكل إلى آخر فالطاقة الحركية للسيارة يتحول إلى طاقة الفريكشن فورس بين السيارة وبين القاع بين الإطارات مالتها هذا يبدأ يحرك طاقة يأخذها من وين؟ يأخذها من الكينيتيك انرجي مال السيارة وكذلك الهواء أيضا يأخذ جزء من عنده الاحتكاكات الداخلية بالمحركات هذا كله يأخذها من طاقة السيارة فإذا يتحول الطاقة من شكل إلى آخر يتحول من طاقة حركية الى طاقه فريكشن وتبددت بالهواء على شكل طاقه حراريه بس هو ما انفنى صار شكله من جزء الى اخر وهذا سبب وجود عندي الكلايمت تشينج الجلوبال كلايمت تشينج المناخ دا يتغير عندي لانه انا دا احرق طاقه كلش هوايه بالسيارات وبالمصانع دا احولها من الطاقه الكيميائيه اللي الله سبحانه وتعالى خلقها الى طاقه حراريه دا يأذي عندي الجو فلهذا أكون نظرية بالثرمودينامكس إنه اللي تقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث اللي هو الفيرست لو ثرمودينامكس هذا اللي يتحول عندي من طاقة إلى أخرى وسببه إحنا الإنسان اللي قاعد نتخرب النظام العالمي اللي الله سبحانه وتعالى مسويه أوكي هذا الجزء مشروح عندك في نهاية الفصل إذا تريد تدخل أنا ما راح أدخل به ما راح أوصل له بس موجود عندك ال الانرجي عن انفايرومنت اللي موجود بصفحه 86 يعني بيشرح عندك هذا الطاقه شلون بيصير شلون بيأثر على الجو اوكي زين نجي الى انذر اكزامبل اللي هو كولينج اوف ا هوت فلويد ان ا تانك نحتاج اتذكر حتى هل اشرح لكم اياه اوكي هذا سؤال جدا حلو سؤال 12 اكو اسئله هو يعني اهملته اكو اسئله حولته على القانون فيرست اوف ثرمودينامكس 12 موجود في صفحه 74 صفحه 74 اكزامبل 12 يقول عندي a rigid tank solid contains a hot fluid B fluid معينة that is cooled while being stirred by a paddle wheel يعني نسمها هذا عندي هذا التانكي هذا التانك B fluid هذا الفلويد يعني دا أبرده ومثاء التبريد هذا دا أحرك هذا الفلويد بهذا الشيفت مثل ما انت تشرب الشاي بالاستكانه مالتك تريد تبرده تفرد شاي بالقاشوطه مالتك حتى يتبرد عندك بالضبط يصير عندي هناك يصير بالضبط هو نفس هذا الحاله. Initially قبل ما يبدي اي شيء يعني الستيت الاول initial state كان الانترنال انرجي يعني محتوى الحراره الطاقوي لهذا الفلويد هو 800 كيلو جول. محتوى الانترنال انرجي يعني U1 يساوي عندي 80 كيلوجول. During the cooling process the fluid loses 500 كيلوجول وهذا المبدا الاساسي انه انا من اريد احرك هذا الفلويد اريده يحتك اكثر الاوقات ويا الباوندري مالتي حتى يفقد طاقه يبدي يفقد طاقه حراريه للجو. فهو دي يفقد شقد طاقه حراريه دي يفقد طاقه حراريه نتيجه وجود فرق بدرجات الحراره مقداره 500 كيلو جول اوف هيت بقى هنا دي يقول هيت ولو هنا ما حاكي عن درجات الحراره بعدين راح يتحول لدرجات الحراره لكن هو دي كله دي يحكي عندك جولز دي يحكي عندك انرجي and the paddle wheel does 100 كيلو جول اوف ورك اون ذا فلويد والبادل هذا البادل هذا البروانه المروحه عندي هنا بينطي طاقة مقدارها 100 كيلو جول اللي هو طاقة الشيفت. يريد determine the final energy of the fluid neglecting energy stored in the paddle wheel. يريد من عندك الطاقة النهائية الداخلية لهذا المنظومة النهائية النهائية ايش قد يساوي عندي هنا؟ ايش قد يساوي عندي هنا؟
نجي بال من نبدي بالسؤال نبدي assumptions. The tank is stationary and thus the kinetic potential energy are zero. Okay. التانكي أو هذا السيستم التشاي من تحركه وما ما ترفع للأعلى والأسفل ولا تبقي سرعة. فإذا kinetic energy والpotential energy يساوي صفر. زين. هسا هذا أقول لكم شو راح يساوي. Therefore, internal energy is only هذا صراحة شو energy stored in the paddle wheel is negligible. أنت إذا تجي pure thermodynamics لازم تحسب كمية الطاقة اللي يفقدها الفلويد هذا بالويل ويل بابل ويا البروانة هنا. أنت القاشوقة بالبداية من تخليه بالبداية قبل ما تخليه بالشاي مالتك هذا القاشوق درجة حرارة هو نفس درجة حرارة البرة. إذا مثلا حسب الدنيا باردة درجة حرارة نفس البرة نتخليه وتحرك الشاي مالتك وبعدين تطلع تشوف القاشوقة شوية صار به حرارة كسب حرارة مرات حتى ما تقدر تلمس بيدك. إذا هذا من وين جاي؟ هذا جاي كاسبه من الفلويد نفسه. بس هنا يقول هذا يهمله هذا كمية الحرارة اللي يفقدها نتيجة حرارة نتيجة انتقال كمية من الحرارة إلى هذا البروانة يهمله يعني ما نقدر نحسبه. زين هذا هو الفرضية الثانية يريد من عندك الطاقة الداخلية لهذا الفلويد بالنهاية ايش قد يصير. زين أنا ماذا أبوا إلى حل السؤال؟ أنا أبوا على الثيرموداينامكس أريد أشوف الثيرموداينامكس الموجودة عندي هنا شنو هنا دالتا انرجي دالتا سيستم حسب هذا الموجود عندي بالشيت هذا القاعدة هذا القاعدة يقول عندي واني أنا موجود هنا دالتا انرجي سيستم يساوي انرجي ان ناقص انرجي اوت هذا الجزء يساوي عندي كيو ان دبليو و انرجي نتيجة الماس. هسه نبدي نصفر بين واحد واحد Closed system ما عندك أي كتلة يدخل إلى هذا التانكي ولا يخرج من عنده إذا هذا الجزء الأخير يساوي صفر هذا الجزء أهمله. زين بعد شو عندي عندي قبل ما عندي بهذا هسه هذا الجزء يساوي صفر عندي المنظومة ما قايل isolated insulated ما قايل المنظومة معزول بشكل كامل إذا مو هي adiabatic إذا ما لي حق أقول الكيو إن الكيو أوت يساوي صفر هذا لازم أخذه بالنظر الاعتبار. لكن إذا تجي تباوع هو السؤال أصلاً كيو أوت منطيك إياه إذا موجود هذا لازم أخذه بالنظر الاعتبار هذا الجزء كله. ال W إن ال W أوت السيستم بي إنتراكشن يعني إذا خليت باوندري مالتي هو هذا الجزء هذا المنظومة هذا الفلويد كله إذا عندي طاقة حرارية طاقة ده يخترق عندي هذا المنظومة هو وجود هذا الشيفت وجود هذا الشيفت ده يخترق عندي هذا الباوندري العفو المفروض كنت أعرف السيستم قبل ما أبدي بالفيرست لو أوف ثيرموداينامكس المفروض هيك تسوي من نجي نعرف الباوندري عندي هو الفلويد كله هذا الباوندري فعندي طاقة ده يخترق عندي هذا المنظومة هو الشيفت فإذا هذا الجزء أيضا ما أقدر أصفره فقط اللي حق أصفر هذا الجزء لأنه هي closed system. زين أجي للجزء الأيسر من المعادلة delta energy system أو إذا تريدون قبل هذا خلينا نشوف هذول الكومبوننات الأربعة Q in Q out W in W out منو دي صفر بيه منو لهم قيم. إذا أجي لل Q in ال Q in هي الحمل الحراري اللي يدخل من ال سراونديك الى داخل هذا المنظومه هذا الشيء ما عندي يعني ما عندي هيتر ده سخن به هذا المنظومه ولا مخلي هذا المنظومه على مصدر حراري حتى يسخن عندي فاذا الكيو ان هذا يصير صفر كيو ان يساوي عندي صفر لكن السؤال ده يقول عندي حراره ده اخسرها مقدار 500 كيلو جول اذا هذا الكيو اوت موجود عندي وقيمته يساوي عندي 500 كيلو جول زين نجي الى WN و WOUT WN هو الشغل اللي يتم انجازه على المنظومة نعم عندي شغل عندي هذا البادل او هذا المروحة ده يخلي عندي هذا المنظومة ده يتحرك او ده يفتر فيضيف عليه شغل كيناتيك انرجي للبارتيكلز مالته ده يزيد فاذا WN عندي مقدار ايش قد مقداره 100 كيلو جول
زين هل عندي هذا المنظومة عنده شغل بينجز على السراوندينج؟ أكو شغل مو حمل حراري، أكو شغل بينجز هذا المنظومة على السراوندينج؟ ما عندي هذا الشيء. إذا W out صفر، هسا الجزء الأيمن كله كملنا. أجي للجزء الأيسر للمنظومة. الجزء الأيسر للمنظومة حسب الشيت ماتي، الجزء الأيسر يساوي W دلتا E، دلتا كايناتيك انرجي ودلتا بوتنشال انرجي. زين اذا نرجع الى بدايه الاسبشن، سيستم ستيشنري، السيستم ستيشنري حسب الشيت مات ستيشنري سيستم، لا هو دا يزيد ارتفاع ولا دا ينقص، ولا سرعته دا يزيد ولا دا ينقص. اذا هذا الاثنين صفر، او هذا الجزئين صفر، هذا الجزئين صفر. فاذا ال بس the first thermodynamic راح يصير عندي الدلتا يو. ليش دلتا يو؟ لانه دلتا كايناتيك ودلتا بوتيشنال ضمن الدلتا انرجي سيستم يساوي صفر. اذا دلتا انرجي سيستم فقط يساوي دلتا يو، دلتا يو. والجزء الايمن ما ساوى صفر لانه عندي كيو ان وكيو اوت ودبليو ان. اذا اقدر اقول عندي الثيرموداينامك، فيرست لو اوف ثيرموداينامكس، اقدر اكتبها بهذا الشكل، دلتا يو يساوي عندي يو 2 ماينس يو 1 حسب يا قاعده، حسب هذا القاعده، حسب هذا القاعده، الفاينل ستيت ماينس انيشال ستيت. زين صار عندي يو 2 يو 1. اجي الى بعد تعليم مزيد بالسؤال، قلنا كيو ان صفر، كيو اوت 500، W N يساوي 100، W R يساوي عند الصفر، U N السؤال هو منطنية 800 كيلوغرام، 800 كيلو جول العفو، هو منطنية، هو دا يريد ال energy النهائية للمنظومة، يريد ال U 2. إذا فقط عوض المعادلة، زين عوض بالمعادلة، ال U 2 مجهول عندي، U 1 800، السالب جاي نتيجة هذا السالب وليس بالسالب الموجود بالسؤال، لا هذا السالب جاي من القانون. الكيو اوت، الكيو اوت هو ناقص 500، والسالب يجي منا. الدبليو ان هو 100، والمفروض يصير عندي ناقص 500 بلس 100. انا فقط رتبت المعادله. اذا الانرجي النهائيه للمنظومه يساوي عندي 400 كيلو جول، ونوع هذا الانرجي هي انترنال انرجي، هي انترنال انرجي. اوكي زين شوفوا السؤال شلون جبته من الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. حسب المعطيات السؤال صفرت واخذت الشيء اللي السؤال هو يريده وحليته كله حسب الثيرمو فيرست لو اوف ثيرموداينامكس، حسب فيرست لو اوف ثيرموداينامكس. فانت اساس عملك لحد هسه هو هذا القانون، هو هذا القانون حسب تعريفاته موجودات هنا كلها موجوده عندك. هذا القانون اطبعه خليه يهمك، راح تقدر تشوف وتحل به جميع انواع الاسئله. زين عندي اكزامبل اخير اللي هو اكزامبل 216. طبعا الاسئله الموجوده عندك اكزامبلات 211 هذول حالهم باتجاهني، ما احب احلها. انا اريد فقط تركزون على الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. الاسئله اللي ما حلها اني اوكي اهملوه، لانه شو ما تجيبه ما راح يجي ضمن الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. ليس الاسئله ما لها علاقه بالفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. نجي لإكزامبل 216، هذا هو من الإكزامبلات الحلوة. أوكي أيضا هو حاله بشكل ما يشبه الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، لكن أنا حله على الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. الموجود عندي بصفحة 84، موجود عندي بصفحة 84. هذا السؤال أريدكم تركزون عليه كلش هواية، لأنه به حيثيات هواية وأقدر أستخرج منه أسئلة كلش هواية. زين خلي شوف السؤال شاندي، يقول عندي electric power is to be generated، يعني عندي power
كهربائي اريد اولده عن طريق توربين. هذا التوربين بيجي مي من ارتفاع معين، هذا الارتفاع بي بوتنشال انرجي، هذا البوتنشال انرجي يتحول الى كاينتيك انرجي بالمنظومه يم التوربين. نتيجه هذا الانرجي راح يتحرك عندي توربين ويبدي يحرك عندي هذا الجنريتر، يبدي يتحرك عندي الجنريتر. كميه الماء الداخله هي 1500 كيلوغرام لكل ثانيه، يعني طن ونص من المي يجي كل ثانيه حتى يقدر يولد عندك طاقه كهربائيه. نجي للتعريف او للمعلومات الموجوده دي بالسؤال. Electrical power is to be generated by installing a hydraulic turbine generator at a site 70 متر below the free surface of a large water reservoir. يعني عندي مثلا water reservoir يعني خزان ما يعني بحيره مثلا، عندي مثلا مثل بحيره دوكان، بحيره ثرثار، بحيره عندي على ارتفاع معين. هذا الارتفاع فرقه تقريبا 70 متر، يعني اخلي التوربين على عمق 70 متر. هذا الارتفاع راح يخلي عندي المي يجري بمقدار 1500 كيلو جرام سكند ستديلي، يعني هذا الام دوت ما يتغير عندي ويا الزمن، قيمته ما يتغير ستديلي، يعني الام دوت كونستانت. شو مطلوب من عندك؟ يقول لك اذا الميكانيكال باور اوتبوت اوف ذا توربين 800 كيلو وات، ذا ميكانيكال باور اوتبوت اوف ذا توربين، يعني التوربين الاوتبوت مالته هو 800 كيلو وات. And the electrical power generator is 750 كيلو وات. الخارج من الجنريتر 750 كيلو وات، يعني التوربين يطلع 800 والجنريتر يطلع 750 كيلو وات. Determine the turbine efficiency. ده يريد ما عندك أساسا الجنريتر efficiency يقدر أجده. ليش؟ لأن قسم 750 على 800 power out على power in للجنريتر موجود عندي. لكن هو ده يريد الكفاءة المن للتوربين، يريد الكفاءة التوربين إيش قد؟ إيش قد باور ده يدخل بحيث يطلع عندي 800 كيلو وات؟ إيش قد ده أخسر عني؟ And the combined turbine generator، يريد عندك الجنريتر التوربين هذا إيش قد كفاءته مثلناته؟ فالجنريتر أقدر أجده لأنه أنا أعرفه الكفاءة يساوي الطاقة الخارجة على الطاقة الداخلة. الطاقة الخارجة للجنريتر هو مطنية بسوال 800 كيلو وات. الطاقة الداخلة من الجنريتر هو الطاقة نفس الطاقة اللي يخرج من التوربين، يعني الطاقة اللي ياخذها من التوربين يدخل للجنريتر اللي هو مطنية 800، فأقدر أجد الكفاءة مال الجنريتر. بس هو السؤال ما يريد الكفاءة مال الجنريتر، يريد الكفاءة مال التوربين ويريد الكفاءة مال الاثنيناتهم سوى شقد، يعني يريد مال المحطة شقد كلها. Okay, the efficiency for the planet يعني combined turbine generator يعني efficiency مال المحطة كلها. Negligible the losses in the pipes يعني ايش قد يصير عندي طاقات حركيه. هذا راح تاخذه ويا الدكتور احمد، اكو نتيجه الاحتكاك بين المي والجدران البايبات البواري دي يجيبها دي يصير بيها ايضا طاقات حركيه بدي اخسر بيه هناك ايضا. لكن هو يقول اهمل هذا الشيء اهمله، لكن بكثرمو داينامكس او كفلويد تقدر تاخذها بنظر الاعتبار وايضا تقدر تحسبها. هسه المطلوب من عندي الكفاءة الخارجية للمنظومة كلها وكفاءة التوربين. زين؟ الـ assumptions انه الـ water elevation in the reservoir remain constant، يعني هذا الارتفاع، هذا الارتفاع دائما 70 متر ما يقل. بس واحدة من مشاكل التوربينات انه مستوى الماء ينزل او يصعد، يصعد ما عنده مشكلة كلش زين، إذا يصعد يزيد عندي الطاقة اللي يولدها. لكن من ينزل الطاقة يبدي يقل، لكن هنا تقول خلي يظل كونستانت ما يتغير عندي، يعني الايج دائما 70 متر. The mechanical energy of water at turbine exit is negligible. هنا ايش يقول؟ الميكانيكال انرجي، ميكانيكال انرجي، ليش تقول ميكانيكال انرجي؟ لأنه عندي مي ده يطلع، إذا مي ده يطلع عندي يعني عندي شنو؟ عندي فلو، عندي fluid ده يجري flowing fluid. I have a flowing fluid here. إذا ما دام عندي flowing fluid here يعني عندي mechanical energy. كل fluid سواء كان عندك هواء أو ماء ده يتغير، يعني عندك غاز عفو أو سائل ده يجري
هذا هي الطاقة الحركية اللي هذا هو الطاقة الميكانيكية اللي دا يجري بها اللي دا راح يولده أثناء جريانه أو يفقده أو يكتسبه أثناء جريانه. طاقة نتيجة تغير بالضغط، طاقة نتيجة تغير بالسرعة، طاقة نتيجة تغير بالبوتنشال انرجي. هو دا يقول الطاقة اللي دا يصير عندك بالاوتبوت، يعني هنا الاوتبوت هنا هذا الطاقة اللي يخسرها الفلويد اهمله لا تاخذ بنظر الاعتبار. زين خلينا نشوف هذا شلون راح يصير. زين ادي معطيات السؤال ام دوت الفلويد منطينيها بالسؤال 1500 كيلوغرام بير سكند، كمية المي اللي يجري من الريزرفوار من البحيرة إلى هذا الأنبوب ويخرج هو طن ونص لكل ثانية، كل ثانية يطلع عندي طن ونص من المي. زين شو منطيني بعد؟ منطيني الإلكتريكال أوتبوت للتورباين، الطاقة اللي بين التورباين وبين الجنريتر، هذا الأوتبوت اللي هو من التورباين أوتبوت إنبوت إلى الجنريتر هو 800 كيلووات منطيني بالسؤال. أو هذا يجيك تصميمي، يعني مثلا تروح من شركة يقول لك ترى هذا التوربين يولد 800 كيلووات، إذا هذا المعلومة عندك. الإلكتري جنريتر أنت من تروح تشتري أي جنريتر بتسوق أو أي موتور، هذا الموتور يقول لك ترى اللي يقدر يولد هلقة هورس باور أو هلقة كي في، هذا سامعية أكيد بتسوق بالبيت بتسوق بالشارع بالمولد كلها سامعية، ما شاء الله العراقيين خبراء بهذا السوالف. زين فاذا هذا المعلومه ايضا موجوده عندي بالسؤال. اذا هذا مثل شنو؟ هذا الطاقه اللي يطلع من عندي من هذا المنظومه من هذا الباور بلانت. هذا المعلومات سويت كلاسيفيكيشن حسب هذا اللي انا راح احتاجه. السؤال شو يريد؟ يريد عندي كفاءه التورباين، زين، ويريد عندي كفاءه الجنريتر، كفاءه التورباين وكفاءه الجنريتر العفو البلانت العفو البلانت التورباين والبلانت. زين تذكرون بالشيت هنا أنا دائما أباوع للكفاءة، دائما أباوع للكفاءة هو out على الان، سواء هذا out هي كهرباء ماي شيء ما يجي خليجي أو يطلع أو الميكانيكال انرجي الانبوت سواء كان فلويد حرارة ماي شتى يطلع، المهم هي طاقة حرارية ديخل إلى هذا المنظومة وطاقة حرارية ديخرج من طاقة محرارية العفو طاقة ديخرج من هذا المنظومة، هذا هو الكفاءة. على أساس الكتاب شرح لكم إياه بهذا الشكل. صار عندي التورباين أنا ما أحفظه، بس إذا أنت تريد أحفظه حتى بالشيت ما أخلي لكم هذا. زين التورباين ميكانيكال إنرجي أوتبوت على ميكانيكال إنرجي إنبوت، الانبوت هو فلويد التوربين يدخل به فلويد حتى يفتر، فلهذا يصير يقول لك ميكانيكال انرجي اوف فلويد. ليش دا يقول لك ديكريسينج؟ لانه هو مجموعه من الطاقه بالبدايه المي بيصير طاقه به حركيه نتيجه الارتفاع مالته دي يحرك عندي التوربين، فاكيد راح يفقد جزء من هذا الطاقه، فالطاقه اللي يخرج به هو اقل من الطاقه الداخله به. زين فلهذا دا يقول ديكريز اوف ذا فلويد، أو أنت تقول فقط ميكانيك إنرجي أو ذا فلويد. ال W dot على هنا ما أخذها أبسلوت، لأنه ليش مرات تقول ال out minus ال in قد يكون هو بالأساس هي in minus ال out، فيطلع عندك بالسالب، المفروض ما يطلع بالسالب، المفروض يطلع بالموجب، فيقول حتى نجنب ما أخذ ال absolute value. الجنريتر هو out على in، هذا ما أحتاجه. ال overall إذا أباوع لهذا المنظومة ككل الطاقة المي الداخل الفلويد وطاقة الكهربائية الخارج الإلكتريكال إنرجي. زين إذا تشوفوا هذولا شوف هذا المعادلة المعلومات ب ال W out هنا معلوم، هذا هو W out موجود عندي. الإلكتريكال توربين شفت الاوت بي ال 800 هذا راح يدخل عندك هنا، هذا الاوت موجود عندك هنا. فالمجهولين هو هذا المجهول وهذا المجهول، اللي الاثنين نفس الشيء
سمعت نفس المجهول. اوكي، فاحتاج اعرف هذا المجهولين، هل اعرف اللي هو نفس المجهول؟ لا، احتاج احسب هذا الطاقه الداخله الى التوربين. اوكي، استفاد من هذا، انا كاتب لكم اياه. اذا هذا هو المجهول الوحيد، استفاد من المعلومات الموجوده عندي بالسؤال، وكذلك من المعلومات اللي اقدر استخرجها من الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. زين، اجي اقول ابلاينج فيرست لو اوف ثيرموداينامكس. قبل ما اقول قبل ما ابدي اكتب المعادله، لازم احدد وين المنظومه مالتي هنا، وين المنظومه مالتي هنا. انا بهذا السؤال اخذت المنظومه مالتي والتورباين، هو التورباين. زين، واحد ثاني يجي ياخذ التورباين ويا جنريتر، نو بروبلم. واحد ثالث يجي ياخذ السيستم كله، ايضا نو بروبلم. بس في كل نقطه راح يصير عندك تعقيدات ويصير عندك تسهيلات. التورباين انا جربته كله، شفت التورباين ابسطهم. اذا اخذ التورباين الثيرموداينامكس فيرست اوف لو كلش ببساطه راح ينطبق عندي. زين، خلي هسه اخذت الفيرست لو، اخذت الحدود مالتي، اخذت هذا السيستم، ابدي اطبق القوانين مالتي، ابدي اطبق القوانين مالتي. خلينا نجي نشوف الجزء الايمن. هذا شنو هذا؟ كيو ان ماينس كيو اوت. السؤال ما حاكي اي شيء، ما حاكي اي شيء على الكيو ان ولا كيو اوت، ما قايل ادياباتيك ولا قايل ايزوثيرمال، ايزوثيرمال يعني ما قايل ايزوليشن وما قايل ادياباتيك، بس هو ما حاكي اي شيء على كيو ان ولا كيو اوت. اوكي، فاذا هذا جزء راح يصير عند الصفر. زين، هذا المنظومه بي دبليو ان وبي دبليو اوت، خلينا نشوف. دبليو ان هو شنو؟ دبليو ان هو ذلك الطاقه اللي اشوفه يخترق عندي المنظومه. اذا تباوع هنا اكو طاقه يخترق عندك المنظومه، نعم المي دا يجي دا يخترق عندي المنظومه، بس المي دا اشوفه اني كفلويد دا يجي، ما دا اشوفه كطاقه حرق دا يخترق عندي المنظومه. اذا الدبليو ان ما عندي، دبليو ان ما عندي بالتعريف اللي اعرفه، يعني ما عندي طاقه دا يدخل الى دا يخترق عندي المنظومه. زين، هل عندي دبليو اوت؟ نعم عندي دبليو اوت، دبليو اوت موجود عندي. ليش؟ لانه عندي شيف دا يخترق عندي هذا المنظومه، شيف دا يخترق عندي هذا المنظومه ودا ينطي طاقه برا المنظومه. هذا التورباين من يفتر دا يصير به طاقه حركيه، هذا الطاقه حركيه دا انقل عن طريق الشيف، اذا عندي دبليو اوت. اذا دبليو اوت عندي. اجي الى الانرجي للماس ان والانرجي ماس اوت، انرجي هذول الاثنين. زين، المي خلي اشبع هذا السيستم، هذا السيستم عندي اوبن لو كلوز، هذا المنظومه عندي اوبن لو كلوز سيستم، اوبن اوبن جيد، ما في كل ما في ممتاز. عندي سيستم، هذا السيستم اوبن سيستم، اذا عندي ماس ده يدخل وماس ده يطلع، ماس ان وعندي اوت، اذا هذا جزء ما يصفر عندي، هذا جزء ما يصفر عندي. زين، انا المفروض انا كاتب ادياباتيك، بس هي مو ادياباتيك، يعني هنا ما حاكي اي شيء على الهيت ترانسفير، المفروض اخذها صفر. زين، دبليو ان يصير صفر، نو ميكانيكال او الكتريكال ورك دان اون ذا سيستم، ما عندي اي منظومه ميكانيكيه او كهربائيه يخلي الشغل يدخل الى هذا المنظومه، اذا دبليو ان يساوي عندي صفر. اجي للاي ان واي اوت اللي الجزء الثاني، نتيجة الكتلة، نعم ميكانيكال انرجي دان باي ذا انترينج اند ليفينج فلويد. زين، هذا الفلويد من وين دا يجي طاقته؟ دا يجي طاقته نتيجة وجود هذا القانون، هذا القانون. ما دام عندي فلويد، جريان فلويد عندي، اذا عندي هذا هو القانون اللي راح اطبقه عندي بالتورباينز. زين، اجي بعد اخذ معلومات اخرى. هذا الانرجي، انرجي طبعا انت ما راح تقدر تاخذ الفلويد ايش قد يجي انرجي وايش قد ياخذ من انرجي، ما تعرفه، ما تقدر تستعمله، لكن ما دام عندي انرجي فلويد اذا بيطبق عندي هذا القاعده، هذا القانون، هذا الجزء راح يتحول عندي الى هذا الجزء. زين، شوف شلون دا احلله. زين، بهذا الجزء، بهذا الجزء شنو عندي صفر وشنو عندي مو صفر؟
خلي اجي اقول الدلتا ميكانيكال انرجي هذا ما له علاقه بالسيستم عندك، هذا يمثل عندك مجموعه الطاقات اللي تقدر تحسبها بين نقطتين وليس بالسيستم، بين نقطتين راح تاخذه بالتفصيل المهم ويا دكتور احمد. فاذا اخذت النقطه الاولى، النقطه الاولى هو على مستوى البحر على مستوى البحيره اللي عندي، والنقطه الثانيه اخذتها هنا اللي هو مستوى البحيره الثاني اللي يطلع من عنده المي من التوربين، راح يسوي عندي هذا الفرق بيناتهم. اجي احلل الضغط الموجود عندي في النقطه الاولى هو نفس الضغط الموجود عندي في النقطه الثانيه اللي هو ضغط الجوي، اللي هو الضغط الجوي. اذا P2 يساوي P1 وهذا الجزء راح يصير عندي صفر، هذا الجزء يساوي عندي صفر. زين اجي بالنقطه الاولى وبالنقطه الثانيه فرضت انه المستوى المي ما يقل، فاذا يعني ما اكو سرعه في نقطه اولى ولا عندي نقطه ثانيه سرعه، اذا الفيلوسيتي 1 والفيلوسيتي 2 ايضا يساوي عندي صفر. السرعه في النقطه الاولى صفر والسرعه في النقطه الثانيه يساوي عندي صفر، اذا هذا الجزء ايضا راح يصفر، هذا الجزء راح يصفر. اجي الى الجزء الثالث الزي 1 والزي 2، الزي 1 اذا اخذت الليفل مالتي هو هذا الليفل هو 70، اذا اخذت هذا الليفل مالتي هو الزي 1 هو 70، الزي 2 صفر، او بالعكس اخذها 2 ب 1 راح يصير عندي 70 بصفر، هنا ماخذ هذا واحد ماخذ هذا الاثنين، فاذا الزي 1 يصير عندي 70 اذا اخذت هذا الليفل مالتي. المفروض هذا الفرضيه من اكتبها بالبدايه انه ماي ليفل بالعربي الليفل اللي اخذه هو مستوى البحيره الثانيه هو هذا الليفل، فالفرق بيناتهم هو 70 متر اللي هو نتيجه هذا الفرق راح يولد عندي طاقه. فاذا هذا الجزء ما راح يصير عندي صفر، هذا كله كاتبه هنا. P2 P1 atmospheric pressure واحد يساوي الثاني. Z2 يساوي صفر، Z1 يساوي 70 متر. V2 1 V2 يساوي صفر صفر، water at 1 is motionless. Water بالV2 هنا is negligible أو other motionless، لأنه أنا فرضت الطاقة الحركية اللي دا يصير عندي ورا التورباين يصير عندي كلها مهملة ما أخذها من الاعتبار. فإذا اتحول عندي الجزء الأيمن من هذا المنظومة انه عندي W out وعندي G Z2 G Z1. زين اذا الدلتا سيستم راح يساوي عندي الجزء الايمن اللي هو W out والG في الـ في الـ في الـ Z1 في الـ Z2. زين اجي للدلتا سيستم، هذا عندي هذا الدلتا سيستم هذا هنا الجزء الايمن الايسر اللي يساوي عندي دلتا U ودلتا كايناتيك ودلتا بوتنشال انرجي. اجي باوع هذا المن هذا للسيستم، السيستم القصدي شنو السيستم؟ السيستم اللي انا عرفته بالثرمودينامكس، مو للسيستم هذا، لا السيستم اللي انا عرفته بالثرمودينامكس اللي هو هذا الحدود، هذا الحدود يعني هذا يعني قصدي التورباين، قصدي التورباين. اجي كايناتيك انرجي، هل هذا التورباين ككتله كلها يتحرك من سرعه معينه لسرعه معينه بسرعه دورانيه صح، بس في ستيشنري في نقطه ما دا يتغير الكتله، يعني التوربان ما دا يتحرك من نقطه الى نقطه، اذا الدلتا انرجي مالته صفر الكايناتيك. نرجع للبوتنشال انرجي، هل هذا التوربان او هذا المنظومه يتغير ارتفاعه؟ لا ما راح يتغير ارتفاعه، اذا الدلتا بوتنشال ايضا يصير صفر. اذا هذا المنظومه التوربان هي ستيشنري صح، هي دا يفتر في نقطه، لكن اذا اخذت التورباين كسيستم ثرموديناميكي ستيشنري لا يغير سرعته ولا يغير ارتفاعه، السرعه الدورانيه ما تتغير صح، لكن ضمن الحدود مالته هو اذا تذكرون بالتعريف مالته لازم يقول لك الباوندر كله يتحرك او الباوندر كله يصعد وينزل للاعلى وللاسفل، وهذا الشيء فاقد عندي ما موجود عندي هنا. اذا الدلتا كايناتيك ودلتا بوتنشال انرجي الموجود عندي ضمن هذا السيستم ايكوال تو زيرو، دلتا كايناتيك ودلتا بوتنشال يساوي صفر. زين هسه تحول عندي السؤال كله دلتا يو اللي هو دلتا ميكانيكال انرجي اللي يساوي عندي دلتا ميكانيكال انرجي
الدلتا ميكانيكال انرجي يساوي عندي جي في الزي 2 في الزي 1 اللي يساوي ماينس اوتبوت. الاشياء اللي خليت اجيب ورقة وقلم خليت ارتب المعادلة، هذا انا بعطي المعادلة النهائية هنا، رتب المعادلات هنا كلها راح يطلع عندك بهذا الشكل. طبعا المفروض هاي يكون للجزء الاسفل يعني هنا يصير عندي. انا هذا طلع خارج القوس، المفروض الدلتا يو، المفروض الدلتا يو يساوي عندي دلتا ميكانيكال انرجي ويا دلتا هذا اليون، يعني يساوي عندي هذا الجزء. تذكرون هذا ساوى عندي صفر، هذا الجزء يساوي صفر، هذا له قيمه وبالاحرى انا اريد اجد قيمته، وهذا الجزء هو يا واحد هو هذا الجزء الموجود عندي بالمنظومه هنا، المفروض هذا كله اجمعه ويا هذا الكل يساوون الدلتا يو الموجود عندي بالسؤال. يمكن احتاج هذا اغيره. اوكي هسه دخل المعلومات ال 70 عندك الزي 1، الزي 1 70، الزي 2 هنا صفر، راح يطلع عندك انرجي بالسالب وعندك سالب هنا، فيطلع عندك الدبليو اوت. الدبليو اوت هذا شيء يمثل، يمثل الطاقه اللي يخرج من التورباين، الطاقه اللي يخرج من التورباين دبليو اوت. اعتقد هذا ليس دبليو اوت، لا هذا كاينتيك انرجي للمنظومه المفروض يساوي الدبليو ان. صح صح طلع بعدها هني غلطانه، اعتذر اعتذر. عفوا استاذ، هو مو ورك اوت، هو كلامك صحيح هو ورك اوت، هو هذا اللي يطلع شغل من الباوندري يطلع خارج الباوندري. اي نعم بس عباس هذا اصلا منطيني اياه بسؤال، بسؤال منطيني اياه 800، السؤال موجود عندي 800. اوكي المفروض هذا يكون الدبليو ان اللي موجود نتيجه هذا، هذا راح يصير بالانسك ويا هذا وهذا يساوي عندي هذا. هذا هذا انا غلطان بها نو بروبلم، هو ما يصير دبليو اوت اصلحه وبعدين اعطيكم النسخه المصححه او اشرح النسخه المصححه. مهم صار عندي دبليو اوتات، المقام صار عندي معلوم، هي فقط يصير دبليو ان، هذا مقام معلوم صار عندي. اذا نرجع الى بدايه ال ال السلايد، الدبليو توربين احتاج اعرف الان مالته، والدبليو الكفاءه التوربين انرجي ايضا احتاج الدبليو ان. الدبليو ان هذا الطاقة الحرارية، الطاقة الناتجة وجود فلويد، إذا هذا الجزء كان موجود عندي وهذا اللي حسبته. فسأجي عن تعريف الموجودة عندي هنا، المعلومات الموجودة عندنا، المقام كله صار عندي معلوم. الدبل شيفت أوت هذا هو 800، الدبل شيفت إن هذا أنا هسه استخرجته من القانون، راح يصير عندي 800 على 1031، راح يطلع عندي كفاءة تقريبا 72%. الدبليو أوت بالجنريتر دبليو اوت هو 750 كيلو وات، هذا اذا اخذت الجنريتر توربين، يعني اخذها بدايه التوربين ونهايه الجنريتر، شو يصير بيناتهم ما عندي مهم. الدبليو توربين الجنريتر الاوت مالته بسؤال منطيني اياه 750، الان هو الان اللي يجي من التوربين اللي انا حليته، فاقسم 750 على 1031 اللي حسبناه، رتبه واعطيكم اياه، يطلع عندي تقريبا 76%. زين سؤال، هذا هذا القيمه المقام انا حسبته هنا، قيمه انا حسبته هنا، بس عندي سؤال هنا، ليش الكفاءه هنا اقل من هذا الكفاءه؟ يعني تفسير فيزيائي يعني.
استاذ مو عندنا شو اسمه الكفاءة الخارجة من الجنريتر يصير اقل بسبب الاحتكاكات مع احتكاكات من التورباين. هسه هذا الجو اي زيد الكفاءة الكفاءة نعم كفاءة على كفاءة الجنريتر. هو انت وصلت للجواب للسؤال جاوبت الجزء بس جاوبت الجزء الاهم يا زيد. المنظومات عادة من اخذها كقطعة واحدة كفاءته يكون اعلى من القطع المركبة لهذا المنظومة. يعني اذا اخذ التورباين واحد والجنريتر واحد كفاءتهم هذول واحد اقل من الثاني، بس اذا مو واحد واحد اقل من الثاني، اقل من الكفاءة اذا جمعتهم اثنيناتهم. ليش؟ لانه الطاقات اللي اخسرت بيناتهم راح اخذها بنظر الاعتبار. اوكي احسبها بالحسابات. لكن اذا اخذهم واحد كل واحد واحد لا، عندئذ هذا الطاقات لازم احسبها كانه طاقات خاسره عندي. فلهذا اذا تجي تاخذ كفاءه السياره فور اكزامبل من البنزين الى حركه السياره كفاءتها اعلى بكثير اذا اخذها من البنزين للمحرك ومن المحرك للجير ومن الجير للسياره، لانه اكو كفاءه اكو طاقات داخسرها نتيجة الحرارة وداخسرها نتيجة الاحتكاك. زين